أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث التجاري، أهلا بكم في برنامج في بيتنا مدرسة. اليوم بنستكمل شرح مقرر اقتصاد للصف الثالث التجاري لشعبتي القانون والإدارة. بدأنا الحلقة الماضية في شرح موضوع التجارة الدولية، وقلنا أنها بتتعلق بجميع صور النشاط الاقتصادي اللي بتتم عبر الدول، سواء حركة المنتجات أو حركة الخدمات أو حركة العمالة أو حركة رؤوس الأموال. النهاردة هنبدأ نستعرض الفروق بين التجارة الداخلية والتجارة الخارجية. أول فرق بين التجارة الداخلية والتجارة الخارجية هو اختلاف المكان. التجارة الداخلية بتتم بين أشخاص ينتموا لدولة واحدة داخل حدود الدولة، بينما التجارة الخارجية بتتم بين أشخاص ينتموا لدول مختلفة عبر الحدود السياسية للدول. بمعنى ايه الحدود السياسية؟ زي ألمانيا، لما كانت ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية، فأي تبادل تجاري بين الألمانيتين فكان يعتبر تجارة خارجية. لما اتحدت ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية، أي تبادل بينهم بين الحدود الجغرافية اللي كانت أسماهم مدام اتحدوا سياسيا بقت تجارة داخلية. تاني فرق من الفروقات هو اختلاف التقسيم. بمعنى ايه؟ التجارة الداخلية بتنقسم الى عملية شراء وعملية بيع، بينما التجارة الخارجية عملية استيراد، عملية تصدير، وعملية تبادل صرف اجنبي. لو معيش العملة الاجنبية مش هقدر استورد. ثالث اختلاف الأسواق. التجارة الداخلية بتتم داخل سوق واحدة فيها المواصلات، بتعتمد على النقل عن طريق المواصلات الداخلية، تشابه أذواق المستهلكين، تناسب أسعار السلع مع وجود منافسة غير كاملة. بينما التجارة الخارجية بين أسواق عديدة بتواجه بعض الصعوبات في عملية النقل، اختلاف في أذواق المستهلكين، ومنافسة غير كاملة، وبالتالي بتأثر على الأسعار. بالنسبة للسوق الداخلية، في التجارة الداخلية السوق الداخلي، السوق كله بيبقى مكشوف قدام التاجر، بيبقى عارف لأن دي دولته اللي عايش فيها، فبيبقى عارف التقسيمات فيها، دي منطقة ريف، منطقة حضر، وبالتالي بتأثر على أذواق المستهلكين طبقا للمنطقة اللي بيعيشوا فيها. منطقة دخل مرتفع، دخل منخفض، دخل متوسط. بينما التجارة الخارجية ده ما بيبقاش موجود، ما بيبقاش عارف أذواق المستهلكين ايه، عشان كده دايما بيلجأ المستورد، المصدر أو المستورد بيلجأوا لحاجة اسمها بحوث السوق، عشان يبحث أذواق المستهلكين ويشوف أي قطاع من المستهلكين هتتوجه له السلع دي والمنتجات. بالنسبة لأسعار السلع، فالسوق الخارجية معتمدة بيقولي على المنافسة الكاملة. أسعار السلع معتمدة على المنافسة الكاملة يعني إيه؟ يعني معتمدة على العرض والطلب. بينما التجارة الداخلية ممكن تكون يا معتمد ممكن ممكن نسبة تكون معتمدة على العرض والطلب، وممكن تكون معتمدة على المنافسة الغير كاملة. معنى المنافسة غير كاملة يعني ايه؟ يعني منافسة جزئية، يعني ممكن يكون في احتكار لفرد واحد او منتج واحد بيسوق منتجه في السوق وبيفرض السعر اللي هو عايزه، او بيكون في حاجة اسمها احتكار القلة. بمعنى ايه؟ بمعنى ان السوق يكون فيه مستهلكين كتير جدا وعدد قليل من المنتجين بيفرضوا السعر، زي شركات المحمول. في اختلاف تاني بين التجارة الخارجية والتجارة الدولية، وهو اختلاف القوانين والعرف التجاري. التجارة الداخلية بتتم بين أفراد ووحدات داخل دولة واحدة، بيخضعوا لقانون واحد ونظم تجارية واحدة وعرف تجاري واحد. بينما التجارة الخارجية بين أفراد من دول مختلفة، كل دولة فيهم ليها قوانينها وليها نظمها التجارية، وعلشان كده هنستعرض بعد كده وهنشوف هم هيخضعوا لأني قانون.
من ضمن الفروق اختلاف اللغة. التجارة الداخلية بتتعامل بلغة واحدة، بتتعامل بلغة واحدة اللي هي اللغة المحلية للدولة، بينما التجارة الخارجية لا، ده بتستخدم لغات مختلفة، وده بالتالي بيؤثر في المصدر اللي بيصدر للسلعة دي، بيؤثر في اللغة دي اللي بيكتب المواصفات، بيكتب مواصفات السلعة على المنتج بتاعه طبقا للغة اللي مصدر إليها المنتج. اللغة الأولى واللغة الثانية بتاعتنا، زي المنتجات اللي بتجيلنا مصر بتقبل اللغة العربية واللغة الإنجليزية، في بلاد تانية بتقبل اللغة الفرنسية واللغة الأسبانية. بعد كده اختلاف العملة. بالنسبة للتجارة الداخلية بتستخدم عملة واحدة في عمليات البيع، الشراء، توزيع الأرباح، دفع الأجور، خلاص في التجارة الداخلية معتمدين على عملة الدولة، بينما التجارة الخارجية لا، التجارة الخارجية طبقا لنوع العملة عملات مختلفة وفقا لأسعار الصرف المختلفة. ده ممكن كمان يكون التبادل التجاري ده متفق عليه ان لا بعملة الدولة، مش عايز بعملة الدولة، ممكن يكون بعملة ارتكازية زي الدولار. من ضمن الاختلافات اختلاف المصروفات والرسوم. التجارة الداخلية مصروفاتها بتكون محدودة، زي التعبئة، المشال، النقل بوسائل المواصلات الداخلية، بينما التجارة الخارجية لا، عندها مصاريف إضافية، عندها مصاريف الشحن والتفريغ والتأمين ورسوم جمركية. في اختلاف التوقيت. التجارة الداخلية بتاخد وقت قصير داخل حدود الدولة، مهما كان وقت قصير، أنا عارفة أبعد محافظة، أبعد محافظتين بينهم إيه، أبعد منطقتين في الدولة، برضو الوقت بيكون قصير، بينما التجارة الخارجية دي ممكن تكون في حدود جغرافية مترامية، يعني ممكن تكون دول على الحدود بتاعت قريبة، وممكن تكون دول عبر البحار. فده بيؤثر على إيه؟ بيؤثر على طريقة نقل السلعة. لما بيكون مترامية الأطراف وهنستخدم البواخر الملاحية ليها، فبالتالي بتستخدم حاويات لحفظ البضائع أثناء النقل، وكل نوع من أنواع البضائع دي بيكون ليها مواصفات قياسية بحيث إنها تحافظ على جودة المنتجات دي أثناء النقل. أهمية التجارة الخارجية، الدول بتلجأ ليه؟ انها دايما تسوق الصادرات بتاعتها، وعايزة تفتح دايما اسواق خارجية، وعايزة يكون لها نشاط ويكون لها نصيب، اكبر نصيب في التجارة الدولية. التجارة الخارجية عملت ايه؟ ادت الى ظهور مجموعة كبيرة من المنتجات، يعني كل منتج، المنتج الواحد ليه عدة بدائل مختلفين في الجودة ومختلفين في السعر، فبالتالي المستهلكين قدامهم عدة بدائل من السلعة. التجارة الخارجية محتاجة ايه؟ محتاجة تبادل للمعلومات، حاجة زي بحوث السوق دي، محتاجة دايما تبادل للمعلومات، تبادل عن اسواق المستهلكين، اختلاف في الاسعار، طرق النقل، فده ادى الى ثورة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. التجارة الخارجية أدت كمان إن الدول بقت متعاونة فيما بينها، لازم يكون في علاقات بين الدول وتعاون، التعاون دي أدت لانتقال إن كل دولة عايزة تعرف ثقافة الدولة التانية، ليه؟ لأن ثقافات الدول بتأثر على أذواق المستهلكين. أدت كمان التجارة الخارجية إنها ترفع معدلات التنمية الاقتصادية، لأن فتح الأسواق الخارجية بيؤدي إلى زيادة الإنتاج، وبالتالي زيادة فرص العمل، وبالتالي زيادة دخل الدولة، وبالتالي رفع معدلات التنمية الاقتصادية للدولة. طيب، أسباب نشأة التجارة الدولية، ليه بقى فيه تجارة دولية؟ أي إنسان بيعجز بمفرده إن هو ينتج كل السلع اللي محتاجها،
وبالتالي قيس ده على اي مجتمع، على اي دوله، اي دوله ما بيكونش قادره انها تنتج كل احتياجاتها، ولكن انها بتنتج طبقا للامكانيات، المهارات، الامكانيات المتاحه ليها، يبقى دي بتشبع جزء من الحاجات. طب الجزء الثاني، الحاجات الغير مشبعه هتعمل ايه؟ كان الانسان بيبتدي يعمل ايه؟ يحصل عليها من الاخرين، وبالتالي الدوله بتبتدي تحصل عليها من الدول الاخرى. في العصور القديمة كان الإنسان بيحصل على الحاجات الغير مشبعة بالعنف، بالقوة، شريعة الغاب. وبعدين بعد كده ظهر الاقتصاد العيني أو المقايضة. مقايضة يعني سلعة مقابل سلعة، منتج قدام منتج، رز قدام قطن، خدمة قدام حاجة عينية هاخدها. وبعد كده اتطور بقى الاقتصاد النقدي، يعني سلعة أو خدمة مقابل النقود، ظهر استخدام النقود. لقوا كمان ان كل النظم الاقتصادية الدول على اختلاف نظمها الاقتصادية وعلى اختلاف درجة تقدمها لا تستطيع القيام بالاكتفاء الذاتي. يعني ايه النظم الاقتصادية للدول؟ يعني القوى الانتاجية مملوكة لمين؟ بلاقي النظم الاقتصادية عندي اشتراكي، رأس مالي مختلط. الاشتراكي دي بتكون ملكية جماعية لوسائل الانتاج للدولة، الدولة بيكون ليها دور كبير جدا في العملية الانتاجية. بينما النظام الرأسمالي المقصود به ان الملكية الفردية لعوامل الانتاج، وبيكون الهدف الاساسي والرئيسي الربح. وفي نظام الاقتصادي المختلط بيكون فيه اشتراكي ورأسمالي. يعني ايه؟ يعني بلاقي مستشفيات حكومية ومستشفيات خاصة، مدارس حكومة ومدارس خاصة، بلاقي في سوبر ماركت خاص ومجمعات استهلاكية. ده المقصود بالنظم الاقتصادية اشتراكية، يعني اشتراكي رأس مالي مختلط. ودرجة التقدم بتاعها اللي هي دولة متقدمة ودولة نامية، الدول المتقدمة ذات المستوى المعيشي المرتفع، الدول النامية اللي مستوى المعيشي بتاعها منخفض. ده معنى المصطلحين دول. لقوا ان رغم اختلاف النظم الاقتصادية دي درجة التقدم، مفيش دولة تقدر تتبع سياسة الاكتفاء الذاتي بصورة كاملة والمدة طويلة من الزمن. سياسة الاكتفاء الذاتي يعني ايه؟ يعني تقول خلاص انا هكتفي ذاتيا وهنتج كل الحاجات اللي انا محتاجاها، وانا مش محتاجة اخد اي حاجة من اي دولة تانية، مش محتاجة استورد اي سلعة. لقوا ان ده استحالة هيحصل. طب التجارة الدولية عملت ايه؟ لقوا في عوامل ادت لنشأتها. اتبلورت دي العوامل دي في ايه؟ التخصص وتقسيم العمل الدولي. فلقوا ان الدولة بتلجأ للاستيراد من دولة اخرى لمنتجات الدولة دي بتنتجها باعلى كفاءة ممكنة وباقل سعر ممكن، متخصصة في السلعة دي وفي المنتج ده. زي مثلا ألمانيا الأسلحة والسيارات، اليابان الصناعات الإلكترونية. طيب التخصص ده جه ازاي؟ جه نتيجة عدة عوامل. أول حاجة منها العوامل التاريخية. العوامل التاريخية زي ايه؟ قال ان الدول الرأسمالية المتقدمة متخصصة في العدد والآلات، بينما الدول النامية متخصصة في المواد الأولية والمواد الخام والمواد الزراعية. ليه؟ لأن لما الثورة الصناعية قامت في أوروبا اتفاجئوا إن في كمية منتجات كبيرة جدا فاقت الطاقة الاستيعابية للسوق، بالإضافة إلى إن الإنتاج الكبير كان محتاج مواد أولية ومواد خام ما كانت غير متوفرة داخل دول أوروبا. في التوقيت ده كانت الدول الأوروبية دي كانت محتلة الدول النامية، كانت مستعمرات ليها، فابتدت تستغل المستعمرات بتاعتها دي في حاجتين. اول حاجة خلتها سوق لتصريف منتجاتها، تاني حاجة مصدر لامدادها بالمواد الاولية اللي الدول النامية دي اللي هي كانت مستعمراتها كانت غنية بيها. فخلاص في التاريخ، وكانت بتاخد الحاجة دي بالقهر لانها كانت مستعمرات ليها مش قادرين يتكلموا. فالتاريخ وبالتاريخ
اتعودوا ان الدول المتقدمة خلاص اتخصصت في الحاجات دي، السلع والآلات، والدول النامية انت متخصصة بس في المواد الأولية. تالت حاجة، السيطرة الاقتصادية للدول الرأسمالية على الدول النامية. الدول النامية مش قادرة تغير، في سيطرة اقتصادية كبيرة من الدول المتقدمة عليها. دايما الدول النامية محتاجة الدول المتقدمة، محتاجاها في المعونات، معونات مواد غذائية، معونات أسلحة، محتاجاها في القروض، بتاخد منها دايما قروض ومحملة بأعباء القروض دي للدول المتقدمة. فدايما الدول المتقدمة بتأثر على اتخاذ القرار في الدول النامية. أول حاجة يبقى التخصص وتقسيم العمل، ده بيرجع أول حاجة لإيه؟ العوامل التاريخية. تاني حاجة العوامل الطبيعية، في ظروف مناخية مختلفة بين دول العالم، في المناطق الاستوائية بتتخصص في إنتاج السلع الحارة، المحاصيل الزراعية الحارة زي الشاي والبن، في مناطق معتدلة وفي مناطق باردة، كل منطقة بيهم في محاصيل زراعية مناسبة للمناخ ده فبتتخصص فيه. تاني حاجة في اختلاف دول العالم في الظروف الجغرافية، المنافذ البحرية اللي بتطل عليها، التضاريس، التلال، الاختلاف في الطرق البرية. في تالت حاجة في دول غنية بثروات طبيعية، زي في دول غنية جدا بالبترول، في دول غنية بالفحم، فبالتالي بتخصص في الحاجات دي وبتصدر للدول اللي عندها ندرة في الموارد الطبيعية. تالت حاجة في العوامل المكتسبة، اللي تالت حاجة من الحاجات اللي بتخلي في تخصص في دول معينة، في عوامل مكتسبة زي ايه؟ في تفاوت بين دول العالم، بين رؤوس الأموال، زي الدول المتقدمة هلاقيها متخصصة في الصناعات كثيفة رأس المال، بينما الدول النامية متخصصة في الصناعات كثيفة العمالة. يعني ايه كثيفة رأس المال وكثيفة العمالة؟ ايه المقصود بينها؟ كثيفة الصناعات كثيفة العمالة يعني نسبة الأيدي العاملة اللي محتاجها في الصناعة دي أكبر من نسبة رأس المال، أكبر من نسبة العداد، أكبر من العدد والآلات اللي هي عايزاها. زي ايه الصناعات دي؟ زي المطاعم والفنادق ومجالات التعدين ومجالات الزراعة، بتبقى محتاجة أيدي عاملة كبيرة جدا، فالاستثمارات في المجالات دي كلها بتبقى لتدريب الأيدي العاملة وتدريب القوة العاملة بحيث انها تعمل بأقصى كفاءة ممكنة. كثيفة، بينما الصناعات كثيفة رأس المال لا، دي بتستخدم نسبة رأس مال، نسبة رأس المال اللي بتستخدمها أكبر من نسبة العمالة اللي هي محتاجاها. الاستثمارات في مجال الصناعات كثيفة رأس المال بتكون استثمارات طويلة الأجل، بتروح في العدد والآلات وصيانة المعدات، الإحلال علشان وإحلال الآلات دي. ودايما الصناعات كثيفة رأس المال بتكون كمية الإنتاج فيها أكبر من الصناعات كثيفة العمالة. التفاوت بين دول العالم في عدد السكان، ده من العوامل المكتسبة. البلاد كثيفة السكان بتتخصص في إنتاج السلع اللي عايزة عدد كبير جدا من الأيدي العاملة، زي المحاصيل الزراعية، زي القطن والرز. البلاد الأقل كثافة سكانية بتتخصص في الصناعات اللي محتاجة كثافة سكانية أقل، زي الماشية والأغنام. في بقى بلاد اللي هي بتتخصص اللي عندها بقى العمالة المدربة وفنيين على مستوى عالي جدا، زي اليابان، دي بتتخصص في الصناعات ذات التقنية العالية، زي صناعة البرمجيات، صناعة الأسلحة، صناعة السيارات. دور التجارة الدولية في النشاط الاقتصادي، كل ما بتزيد نسبة مشاركة الدولة في التجارة الدولية ده كان مؤشر على ان عندها تنمية اقتصادية، معدلات التنمية الاقتصادية بتاعتها بتعلى. كل ما نسبة التجارة الخارجية بتاعتها بتزيد في التجارة الدولية كلها، كل ما ده بيدل على ان هي الدولة دي كده ماشية في طريق التنمية الاقتصادية فعلا.
دور التجارة الدولية في المدى القصير ايه؟ هتلاقي عندك جملة كبيرة مكتوبة: التدفقات المخططة للصادرات والواردات تحقق المستوى التوازني اللي بتستهدفه خطط التنمية. ده معنى ايه؟ ببساطة جدا يعني في المدى القصير ايه؟ يعني انا عندي فائض من سلعة معينة، خلاص وفيت الطلب المحلي، اشبعته كله وعندي فائض، يبقى الفائض ده ايه؟ اصدره. في عندي سلعة، لا ده انا عندي نقص جامد في الطلب، عندي طلب ومش قادرة اشبع الطلب ده، الفرق ده بستورده. ده في المدى القصير ببساطة جدا معنى الجملة اللي مكتوبة دي، ده معناها. في المدى الطويل تصحيح اختلاف التركيب القطاعي لهيكل الانتاج. يعني ايه؟ يعني هنتج صناعات استهلاكية، يبقى السلع والالات اللي انا محتاجاها والسلع الوسيطة والمواد الخام هي دي اللي ايه هتتغير. لو رحت على سلع ان انا هنتج سلع وسيطة، يبقى الالات اللي انا محتاجاها والعدد والمواد الخام برضو هتتغير، فبالتالي تركيب الهيكل الانتاجي بيتغير. لو هنتج صناعات الكترونية، بالتالي الالات اللي انا محتاجاها هتكون نوع تاني من الالات، والمواد الخام اللي محتاجاها برضو نوع تاني. سياسات التجارة الخارجية المرتبطة بالتنمية الاقتصادية، عندي حاجتين، سياستين: سياسة احلال الواردات وسياسة التصنيع من اجل التصدير. سياسة احلال الواردات يعني ايه؟ احلال الواردات يعني ايه؟ يعني الدولة بتستورد سلعة، بتحاول بدل ما تستوردها بتنتجها محليا، وده الدول النامية لجأت لها ليه؟ لان الدول الصناعية لقتها عاملة قيود كبيرة جدا على الاسواق بتاعتها، فمش عارفة تفتح سوق خارجية ليها في الدول الصناعية، فقالت ايه؟ خلاص انا حاجات من السلع اللي عندي دي اللي انا بستوردها، انا هبتدي اكفي السوق المحلي بتاعي علشان اقلل الواردات بتاعتي. في حاجة عندي اسمها الإحلال المطلق للواردات، المقصود بإيه؟ إن الناتج المحلي يحل محل الواردات بشكل كبير، يعني بشكل مطلق. يعني إيه؟ يعني مثلا بستورد من السلعة دي بعشرة مليون، خلاص أنا هنتجه، يبقى أنا إيه؟ يبقى أنا هوفر العشرة مليون دول، يبقى مشاركتي في التجارة الخارجية هتقل بالعشرة مليون دول. ده معنى إحلال مطلق. وفي إحلال نسبي، يعني انا بستورد السلعة دي بقيمة العشرة مليون، لأنا هحاول اكتفي ذاتيا مثلا هنتج حوالي 50% منها، وبكده نسبة التجارة الخارجية بتاعتي هتقل بنسبة 50%. ده معنى المطلق والنسبي. اسباب الاتجاه نحو سياسة احلال الواردات، اول حاجة دي نتيجة للنمو الاقتصادي للدول النامية. الدول النامية قالت انا عايز اعمل نمو اقتصادي انا كمان، وعايز اعمل تنمية اقتصادية، طب انا هحاول بقى اعمل صناعات محلية عشان اشبع الطلب على في المجالات بتاعتي. سواء بقى هتعمل صناعات، بقى الاول هتبتدي بصناعات بسيطة صغيرة، وبعد كده هتلجأ للصناعات المتوسطة، وبعد كده هتدخل على الصناعات الرأسمالية، الصناعات الكبيرة. بيؤدي الى ايه كمان؟ انها لما بتقلل الواردات فبالتالي يقل الطلب على العملة الاجنبية، بتبتدي تحسن سعر الصرف بتاعها، يبقى العملة الوطنية بتبتدي ايه؟ بتبتدي ترتفع، لان عرض العملة الاجنبية بيزيد، فالطلب عليها بيزيد، الطلب عليها بيقل وعرضها بيزيد، فبالتالي بتنخفض سعر العملة الاجنبية وبترتفع السلعة الوطنية، سعر العملة الوطنية. لما بتعمل مصانع علشان تنتج الواردات دي، فده بالتالي بتخلق فرص عمل جديدة، فبتقضي على معدلات البطالة. الحد من الأسباب كمان انها بتحاول تخفف الاستيراد من الخارج، فده بيؤدي إلى إيه؟ ده بيؤدي بتحاول تحسن ميزان المدفوعات بتاعها شوية.
أهداف سياسة الإحلال محل الواردات، وبلاقي إن الاتجاه بتاع إحلال محل الواردات هلاقي إن نسبة كبيرة من الأهداف هي نفس أسباب الاتجاه ليها ولكن متقالة بصيغة تانية. هتلاقي كذا عامل منهم شبه أسباب الاتجاه للإحلال الواردات. أول حاجة استثمار القوى العاملة للدول النامية والحد من البطالة، دي أول حاجة، وده طبيعي علشان أنا زودت فرص العمل فبالتالي بستثمر القوى العاملة وبالتالي بتقل نسبة البطالة. توفير الطلب على العملة الأجنبية. ثالث حاجة لقيته حاطط مصطلح تقليل حساسية الاقتصاد القومي للتقلبات الخارجية. ليه؟ اي حاجة اي سلعة انا بستوردها برا، لو الدولة بتاعت السلعة دي حصل فيها اي مشكلة، اي مشكلة خفضت الواردات، اي مشكلة زودت السعر، انا الاقتصاد بتاعي هيسمع عندي في الاقتصاد على طول هيتأثر. لو انا بنتج بقى السلعة دي محليا خلاص انا ماليش دعوة، لو حصلت مشكلة في الدولة دي او اي حتى مشكلة سياسية فيها خلاص يبقى انا ايه الاقتصاد بتاعي لا مش هيتأثر، انا معتمدة داخليا ومكتفية ذاتيا بالسلعة دي. بتحاول تقضي على ظاهرة الثنائية، بيقولك ان في الاقتصاد الدول النامية دايما بيعاني من التخلف الاقتصادي ومن انخفاض معدلات التنمية الاقتصادية، فبالتالي لما بيعمل صناعات بيحل محل الواردات وبيعمل صناعات وبيعمل منتجات بيحاول يزود الدخل القومي بتاعه فبيحاول يزود معدلات التنمية. بعد كده بيحاول يشجع ان الصادرات انها تصدر المواد الاولية دي، تصدر المواد الاولية دي واللي بتتمتع الدول النامية بميزة فيها وبالتالي بتوفر العملة الأجنبية، بيحصل بقى توازن. يعني هي بتشجع بتصدر المواد الأولية اللي عندها ميزة نسبية فيها وعندها وفرة فيها مع تخفيض الواردات، فكده بتحاول تعمل ايه؟ بتحاول الاختلال في ميزان المدفوعات، بتحاول ايه؟ بتحاول تعمل تصلح الاختلال ده في ميزان المدفوعات. سلبيات سياسة الإحلال محل الواردات ايه؟ اول حاجة ركزت على الصناعات الاستهلاكية على حساب الصناعات الرأسمالية والوسيطة. هي قالت الاول ايه، انا هحاول الصناعات البسيطة زي المواد الغذائية، الملابس، الحاجات البسيطة دي انا هحاول اركز عليها الصناعات الاستهلاكية. علشان تنتج الصناعات الاستهلاكية دي محتاجة الات ومعدات بتستوردها من الخارج، فكده زودت وارداتها من الالات والمعدات والسلع الوسيطة دي وزاد الطلب على العملات الاجنبية. طب ما هو انا عاملة كده اساسا عشان ايه؟ عشان احد من الطلب على العملات الاجنبية، فبالتالي ما جابتش نتيجة قوي. السياسات التنمية دايما بتعمل انها تحد من الاستهلاك، لا طب ما هي المنتج المحلي عمال بينتج السلع الاستهلاكية دي فعمال يعمل ترويج ليها علشان يزود الاستهلاك، طب ما انت كده زودت الاستهلاك فده متناقض مع سياسات التنمية الاقتصادية بتاعتك. الصناعات المحلية مش قادرة تشبع الطلب المحلي كله لان عندها معدلات سكان عالية جدا زي المحاصيل الزراعية، محتاجة انها تكمل من بره، مش قادرة انها تكفي الطلب، تشبع الطلب المحلي كله، فبرضه بتلجأ للواردات. بالإضافة إلى أن الصناعات المحلية مش قادرة تنتج بالجودة الملائمة أو المناسبة للمنتج المحلي للمستهلكين المحليين. الدول النامية لما بتنتج إيه؟ أنا عايزة السوق المحلي، فبتنتج في حدود السوق المحلي، ما بتفتحش أسواق خارجية، فبالتالي اتحرمت من ميزة الإنتاج الكبير. ميزة الانتاج الكبير ايه؟ ان المصنع بيشتغل بكل طاقته، سوق داخلي وسوق خارجي، اشتغلت بكل طاقتي، فده بالتالي بيعمل ايه؟ ده بيقلل متوسط التكلفة لانه بيقلل التكاليف الثابتة بتتوزع على عدد وحدات منتجات كبيرة كتير قوي، فبتقل وبالتالي بتقل تكلفة الانتاج. لا هو بينتج للسوق المحلي بتاعه فقط، فبالتالي ما عندوش الانتاج الكبير، عنده تكلفة عالية.
الدول النامية انشغلت بقى ان انا هلبي حاجات السوق المحلي، فما عندوش طموح ان هو يصدر المنتجات بتاعته، واللي بتتطلب مستوى عالي جدا من التكنولوجيا عشان تقدر تواجه المنافسة الدولية. تاني سياسة بتلجأ لها الدول النامية التصنيع من اجل التصدير. سياسة التصنيع من اجل التصدير دي يعني ايه؟ يعني ان انا هحاول افتح سوق خارجي ليا واصنع مخصوص عشان اصدر. ده مرتبط بايه؟ مرتبط ان يكون في طلب خارجي على السلعة اللي انا هنتجها، وبيكون عندي قامت على ثلاث محاور. اول حاجة الصناعات البسيطة اللي ما بتتطلبش فنون انتاجية معقدة، وبتعتمد على الموارد الدول النامية البسيطة، الموارد الأولية ومصادر الطاقة. في محاولة إقامة صناعات تجميعية. صناعات تجميعية يعني إيه؟ صناعات تجميعية زي إن هو بيستورد القطع السيارات وقطع الثلاجات وبيحاول يجمعها عنده ويعيد تصديرها مجمعة. وفي ثالث حاجة الصناعات الإلكترونية ذات المستوى التكنولوجي غير المعقد. طيب عوامل نجاح سياسة التصنيع من أجل التصدير ده إيه؟ استمرار ان لازم يكون في تغير مستمر في هيكل الانتاج، وبينعكس على تركيب السلع للصادرات. مستمره في تغيير هيكل الانتاج، يعني عايزه صناعات استهلاكيه يبقى المصانع اللي عندي والالات والتجهيزات المصانع من الات ومعدات مستعده انها تنتج الصناعات الاستهلاكيه. هحول على صناعات تجميعيه يبقى التجهيزات بتاعت المصانع والآلات والمعدات اللي بستخدمها متناسبة مع الصناعات التجميعية. هحول على صناعات إلكترونية يبقى الهيكل الإنتاجي بتاعي يبقى هيبقى عندي مصانع مجهزة بالآلات والمعدات المناسبة والقوة البشرية المناسبة والكفاءات وقوة وفنيين مدربين عشان تنتج الصناعات الإلكترونية دي وبجودة مناسبة. تاني حاجة عشان يحصل يكون في التصنيع من أجل التصدير، يكون في حاجة هيبقى لازم يكون عندي مرونة في مجال العلاقات الاقتصادية الدولية. ليه؟ عشان في احتكارات عالمية للمنتجات دي. الدول الصناعية سابقة الدول النامية بزمان في التصنيع ده، فبتنتج المنتجات دي بتقدمها بأعلى جودة وأقل سعر. طيب الدول النامية عايزة تعمل صناعة، تعمل ايه؟ ممكن تشجع الاستثمارات الاجنبية وتجيبها البلد. تشجع الاستثمارات الاجنبية دي، مستثمر الاجنبي هيجي هينتج باعلى جودة ممكنة وباحسن سعر، وهيعرف يسوق المنتج بتاعه بره، قادر على كده. دي من الحاجات من الحيل اللي ممكن الدول النامية تستخدمها. كل ما بتشجع الاستثمارات الأجنبية بتشجعها ازاي؟ بتعمل قوانين، بتدي مزايا، بتدعم مثلا الوقود للمصانع اللي بتنتج المنتجات من أجل التصدير دي، فده بيشجع المنتجين الأجانب ان هم يجوا يستثمروا في مصر. طيب هل سياسة التصنيع من أجل التصدير دي يعني فعلا تمت ونجحت وكده؟ في صعوبات بتواجهها. الدول النامية ما عندهاش كفاءات فنية وتسويقية عالية، ما عندهاش الكفاءات التسويقية الفنية والإنتاج والتسويق العالية إنها تنتج، بحيث إنها كمان إيه ده عايزة تنتج منتجات تنافس السلع الأجنبية في السوق بتاعها. الدول النامية ما عندهاش الكلام ده. تاني حاجة ان الدول الصناعية دايما حاطة قيود جمركية وتعريفية على صادرات الدول النامية. اي سلعة هتصدرها لي انا حطلك عليها رسوم جمركية، فبالتالي بيعلي سعر السلعة اكتر ما هو اصلا، فهتدخل السوق بتاعها ايه؟ هتدخل السوق بتاعها بسعر عالي محدش هيشتريها. وطبعا الدول النامية مش قادرة تواجه الصعوبات دي، مش قادرة تواجه. تقول له طب انت هتفرض عليا رسم جمركي على المنتجات بتاعتي، يبقى انا هفرض على المنتجات بتاعتك رسم جمركي. مفيش التكافؤ الاقتصادي بينها، مش هتقدر تعمل، انما مش هتقدر تعمل كده. انما زي ما الحرب الاقتصادية بين امريكا والصين، قوتين اقتصاديتين
بينهم توازن. فكانت الحرب الاقتصادية هتعمل رسوم جمركية على المنتج بتاعي، طب انا هعمل كمان رسوم جمركية على المنتج بتاعك. الدول النامية ما عندهاش كده، مش هتقدر. لما قلنا ان الدول النامية تستعين بشركات اجنبية دولية عشان تستفيد من خبراتها في فنون الانتاج وخبراتها التسويقية، طب ما هو كده المنتج الاجنبي ده هيحتكر السوق، فده هيضر الاقتصاد الوطني في حاجات كتيرة جدا. الدولة لو هتلجأ لسياسة التصنيع من اجل الصادرات، فكده هتتحول من سياسة احلال الواردات للتصنيع من اجل الصادرات، فهتعمل ايه؟ هتخفف الضوابط على الاستيراد، فبالتالي وارداتها هتزيد. هي مشغولة بحاجة تانية، الواردات بقى هتزيد. طيب طب ايه اللي هيحصل؟ طب ما ده هيؤدي الى ايه؟ هيؤدي الى خلل في ميزان المدفوعات، ان الواردات هتبقى زيادة. زيادة الانفاق اللي بيمول قدر كبير عن طريق قدر كبير علشان تصنيع من اجل الصادرات، طب ما هي محتاجة مصانع، محتاجة بقى نوعين من المصانع، مصانع هتنتج انتاج محلي ومصانع هتنتج من اجل التصدير. طب ما هي كده محتاجة تمويل كبير، هتلجأ للاقتراض الخارجي، هتبقى بالنسبة لها مشكلة برضو. الحل بالنسبة للسياستين دول ايه؟ بالنسبة سواء لسياسة الاحلال محل الواردات او لسياسة التصنيع، ان يكون في توازن. يعني في واردات، في منتجات انا هقدر انتجها فعلا محليا، واقدر انتجها بجودة مناسبة، هقدر انتجها بجودة مناسبة، دي اللي انا الجأ لها. انما الواردات التانية اللي الاستيراد فيها اوفر من الانتاج المحلي، دي لا، افضل استوردها. التصنيع من اجل التصدير برضو في منتجات معينة، يعني ممكن الدولة النامية اللي عايزة تعمل كده ممكن تتخصص في منتجات بسيطة تحاول انها تتفوق فيها وتنتجها باعلى كفاءة، بحيث انها تقدمها باعلى جودة واقل سعر. وبكده نكون انهينا موضوع التجارة الدولية. طالما ان احنا بنتكلم عن موضوع التجارة الدولية، فاحنا اتكلمنا عن ايه؟ من قلنا ان التجارة الدولية بتتم بين ايه؟ مصدر ومستورد، كل واحد فيهم بينتمي لدولة. طالما ان كل واحد فيهم بينتمي لدولة، يبقى كل واحد فيهم خاضع لقانون ونظام تجاري واساليب لكتابة العقود، اجراءات قانونية. طيب لما تيجوا يعملوا المفاوضات التجارية دي، هيلجأوا لاي قانون؟ قانون اي دولة. علشان كده اتعملت اتفاقية العامة للتعريفات والتجارة الجات، وده رابع موضوع من موضوعات علم الاقتصاد، وهنستعرضها بالتفصيل دلوقتي. ايه هي الجات؟ الجات هو اطار، هي اطار للمفاوضات التجارية متعددة الاطراف لتحرير التجارة الدولية وفقا للقواعد والاحكام المتفق عليها. اطار المفاوضات التجارية، اطار اي شيء حدوده. يعني ايه حدود للمفاوضات التجارية دي؟ يعني انتوا هتتفاوضوا وهتعملوا عقد في حدود القواعد، بس بالتزامكم بالقوانين وقواعد اللي الاتفاقية دي نصت عليها، هتطلع عليها وهتلتزم بيها في المفاوضات التجارية. الجات بتمثل زي محكمة دولية بتلجأ اليها الدول في حالة حدوث نزاع تجاري بين دولتين، فبتلجأ للجات. بالإضافة الجات إطار للإشراف على تجارة التجارة الدولية للسلع فيما عدا البترول. هي دي اتفاقية الجات. إيه هي المشاكل التجارية اللي اهتمت بيها الجات؟ اتعملت بيها عشان إيه؟ الجات أصلا هدفها الرئيسي، الهدف الاساسي بتاعها ايه؟ الحرية التجارية، عايزة تزود التبادل التجاري بين كافة دول العالم. مدام عايزة تزود التبادل التجاري، ايه اللي بيقف التبادل التجاري بين دول العالم؟ حاجتين، الرسوم الجمركية اللي بتفرضها الدول، والرسوم غير الجمركية والقيود الغير جمركية غير التعريفية.
اول حاجه التعريفه، هناخد اول حاجه التعريفه الجمركيه اللي بتفرضها الاطراف المتعاقده. التعريفه الجمركيه دي هي عايزه تعمل ايه؟ الجات عايزه، قلنا عايزه تزود التبادل التجاري، فعايزه تعمل ايه؟ عايزه يا اما تزيل التعريفات الجمركيه دي يا اما تخففها شويه. بتقوم الدوله تعمل ايه؟ الدول بقى المتعاقده اللي ماضيه على اتفاقيه الجات كلها ومشتركه فيها بتعمل ايه؟ بتقدم قائمتين. قائمه بتدرج فيها السلع اللي بيستوردها العضو واللي بيطلب فيها تخفيف الرسوم، السلع اللي بيصدرها العضو وبيطلب فيها تخفيف الرسوم الجمركيه شويه، بيقول انا بصدر الصادرات بتاعتي دي للدول دي وانا عايزهم يخفضوا لي شويه رسوم جمركيه عليها، يخفضوا لي نسبه من الرسوم الجمركيه دي. والقائمه الثانيه على وارداته، بيقول انا بستورد السلع دي، كاتب كده السلع اللي بيستوردها في القائمه الثانيه، وبيقول انا عندي استعداد اخفض الرسوم الجمركيه اللي انا فرضها على السلع دي. فبالتالي بيكون في ايه؟ بيكون فوائد متبادله، هو بيفيد وبيستفيد، فائدة متبادلة. ورغم كده انه ممكن انها مش هتبقى حاجة مطلقة، لا ده ممكن السلع دي النهاردة هيخفف رسوم جمركية عليها، ممكن تجد حاجة، ممكن يقدم طلب تاني او يلجأ لمفاوضات تانية علشان يحط رسوم جمركية عليها لو طرأت ظروف جديدة على دولته. تاني حاجة في الامتناع عن فرض الرسوم الاخرى بخلاف الرسوم الجمركية ذات الاثر المعادل، مش رسوم جمركية بس مباشرة اللي بتفرض، ده في حاجات تانية، رسوم غير تعريفية زي حصص الاستيراد، زي اعانات للصادرات، دي حاجات غير مباشرة، دي عايز ان هو يمنحها، ما يكونش في حصص الاستيراد، عايز يمنع موضوع القيود الكمية دي خالص، عايزها تبقى كلها حتى اللي هيفرض يفرض رسوم جمركية ما يفرضش قيود كمية. ولكن في استثناءات، يقولك ده فارض رسوم جمركية وفارض قيود غير تعريف قيود كمية، عامل حصص معينة من الاستيراد، ليه؟ هو بيمنعها الا ان في استثناءات، في استثناءات بيسيب لهم ان هو فعلا يفرض الحصص دي. زي ايه الاستثناءات؟ استثناءات دائمة، ودي في حالة ان في بعض الاطراف بيبقوا داخلين مع بعض في اتفاقيات تبادل تجاري، اتحاد جمركي، تجارة حرة او سوق مشتركة، دي بتبقى ايه؟ عبارة عن تكتل بين دولتين او اكتر، بيتفقوا مع بعض دولتين او اكتر ان يكون عشان ينعشوا التبادل التجاري ما بينهم، زي كده الاتحاد الاوروبي. فدول خلاص انتوا بينكم وبين بعض متفقين على الحاجات دي، سواء متفقين بحصص او متفقين حاجه، خلاص انا ماليش دعوه، انتوا حرين. استثناءات دائمه، الاتحاد الجمركي خلاص انتوا متفقين على حاجه بينكم وبين بعض، خلاص انا ماليش دعوه بيها. او استثناءات مؤقته، ممكن ايه؟ ممكن مثلا دوله يكون فيها صناعه ناشئه، فلو دخلت الصناعة الأجنبية، المنتج الأجنبي لو دخل لها وصناعة وليدة، الصناعة بتاعتها الناشئة دي أو المنتج الوديد اللي لسه بيحاول يشوف له حل في السوق، يجيب له مكان في السوق، هتقضي عليه. فبتقول إيه؟ لا أنا هحدد حصة معينة أستوردها، والحصة التانية هتبقى منتج محلي، والحصه دي هتبقى مستورده، فهحدد بقى ايه الحاجه اللي انا هستوردها دي، بيبقى مسموح له بيها. في دول تانية بيكون عندها عجز في الاحتياطي النقدي الخارجي، ما عنديش فلوس ان انا استورد بيها، مش هقدر. او علشان تشجع التنميه الاقتصاديه، ما هي كل ما يبقى فيه صناعات وليده بيكون فيه تنميه اقتصاديه. او الدوله حصل لها حاله حرب، حصل لها ثوره، فلازم تحدد الحصص اللي جايه لها من منتجات معينه. طيب علشان الجات تعمل كده، علشان الجات تحقق الاهداف دي وتقضي على تحاول تخفف الرسوم الجمركيه او
وتقضي على القيود الكمية، لازم حطت مبادئ بتقوم عليها الجات، ولازم الدول اللي ماضية على الاتفاقية دي لازم ان هي تلتزم بيها. اول حاجة مبدأ ايه؟ اول مبدأ اسمه مبدأ عدم التميز. يعني ايه؟ كل الدول المتعاقدة، يعني دولة بتستورد سلعة من عدة دول، جت ادت اعفاء جمركي او تخفيض جمركي لدولة منهم من الاربع دول دول، يبقى الاعفاء الجمركي ده ينصرف للثلاث دول التانيين اوتوماتيك من غير مفاوضة تانية. ده من اول المبادئ اللي بتقوم عليها الجات، وهنستكمل بقية المبادئ اللي بتقوم عليها اتفاقية الجات في الحلقة القادمة. احنا اتكلمنا في الحلقة دي عن التجارة الدولية، وعن صور التجارة الدولية، وسياسات التنمية الاقتصادية اللي بتلجأ ليها التجارة الدولية، وقلنا ان هي سياسة الاحلال محل الواردات والتصنيع من اجل التصدير. وبعدين قلنا ان علشان الدول التجارة الدولية بتكون ما بين مصدرين ومستوردين بينتموا لدول مختلفة، وبالتالي لقوانين، بيخضعوا كل واحد فيهم بيخضع لقوانين ونظم تجارية مختلفة. علشان كده لجأت الدول انها تتعاقد على الاتفاقية العامة للتجارة، للتعريفات والتجارة اللي هي الجات، علشان تلجأ ليها في حالة النزاعات التجارية، وفي حالة المفاوضات، وفي حالة إبرام العقود ما بينهم. هنتوقف عند هذا القدر في الحلقة دي، والحلقة القادمة بإذن الله هنستكمل شرح اتفاقية الجات. احنا على استعداد لتلقي أسئلتكم وللإجابة عليها. تمنياتي بالنجاح والتوفيق، وإلى اللقاء.